تعالوا بقى نروح لخبر تاني اللي هو البرلمان بيناقش قانون جديد لنقابة المحامين، وعايز أقول لك تقريبا هيعتمد هيعتمد. والكلام ده أنا جبته منين؟ من تصريح للدكتور علي عبد العال، قال لك قانون هيمر هيمر خلاص. دكتور علي عبد العال أساسا رجل قانوني وخريج حقوق، هو شايف أوضاع المهنة سيئة جدا، بيقول لك الاتحاد الأوروبي كله ما فيهوش إلا 10,000 محامي، مصر فيها 750,000 محامي، وبيقول لك الخريج أول ما بيتخرج بيبقى عضو نقابة محامين وتاني يوم يمارس المهنة. قال لك ده ما ينفعش، لأن الخارجية أساسا بتعمل امتحانات للدبلوماسيين، فما ينفعش الكلام. رغم كده لكن حصل انقسام كبير في مجلس النواب بين أعضاء اللجنة العامة كمان، وتم إقرار القانون في النهاية زي ما قال الدكتور علي عبد العال. بس من أبرز مواد القانون إن هم وعدوا المحامين إن مفيش قانون قيمة مضافة يطبق عليهم، بس النهاردة قالوا لا رجعوا المادة دي. أما الأهم أيضا هو حرمان طلاب التعليم المفتوح من خريج التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين حتى لو حصلوا على ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح. معايا على الهاتف الدكتور أيمن عطلة المحامي المعروف وزميلي الإعلامي مقدم برنامج الأفوكاتو على قناة القاهرة والناس. مساء الخير دكتور أيمن. مساء النور أستاذ محمد، إزي حضرتك صديقي العزيز؟ عاوز أعرف من حضرتك تعليقك على إقرار البرلمان النهاردة لقانون نقابة المحامين وأبرز نقاط الجدل فيه. هو النهاردة بالجلسة العامة تم الموافقة المبدئية من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة بقانون المحامين، وفي الحالة دي المفروض أن يرسل القانون أو ترسل التعديلات لمجلس الدولة لتقديم تقرير أو وضع تقرير عن هذه التعديلات. مجلس الدولة وفقا للدستور ما بيعدلش او ما بيحذفش في المواد، هو بيراجع الصياغة وبيراجع اذا كانت المواد دستورية من عدمه. يعني حتى هذه اللحظة الجلسة العامة وافقت على المواد ولكن لم يقر القانون او لم يسن الا بعد رجوعه مرة اخرى من مجلس النواب وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب. خليني اقول لحضرتك ان الدور التشريعي لمجلس النواب المفروض ان هو ينتهي في خلال ايام، يعني احنا لغاية دلوقتي المفروض ينفض المجلس الاسبوع ده الاسبوع اللي جاي. مش عارفين بقى مجلس الدولة هيرجع القانون دلوقتي ولا بعد شهر ولا بعد 20 يوم ولا بعد 30 يوم، مش عارفين. هل يا ترى هيسن القانون في هذا الدور التشريعي الحالي من عدم ده بخصوص إذا ما كانت قانون سن من عدم. أما أبرز النقاط حضرتك أشرت ليهم، يعني بسم الله ما شاء الله، النقطة الأولى اللي هي نص المادة 13 من التعديلات اللي هي بتحط شرط الحصول على الثانوية العامة كشرط للقيد المتقدم لنقابة المحامين. الشرط ده ما كانش موجود في القانون القديم، هو اتحط تحديدا لحرمان الحاصلين على الدبلوم ثم ليسانس الحقوق تعليم مفتوح من القيد بنقابة المحامين. والحقيقة أنا شايف أن المادة دي لو بتسألني عن وجهة نظري بشكل شخصي هي مادة غير دستورية وفيها عنصرية، لأن هذا الشخص قد اجتهد دخل كان مع دبلوم بعد كده اتعلم في كلية حقوق تعليم مفتوح، درس في تعليم مفتوح، كنا استضفنا مرة قبل كده مدير مركز التعليم المفتوح، للتعليم هو التعليم ما بيتغيرش. طب أنا هستسمعك يا دكتور أيمن، أنا دلوقتي طالب في سنة تانية كلية حقوق تعليم مفتوح ودخلت السنة اللي فاتت على أساس إن أنا هبقى عضو نقابة محامين، هل القانون الحالي في حال إقراره مش هيدخلني؟ لا هو خلاص انت عارف ان التعليم مفتوح حضرتك اتلغى، ما حدش انا عارف اتلغى. طب انا لو انا حاصل على ليسانس حقوق وخريج دبلوم برضه هتمنع؟ دي المعضله، القوانين تطبق مش باثر رجعي، بتطبق باثر فوري. اوكي، ومعظمهم واخد احكام، يعني معظمهم واخد احكام. اللي عايز اقول لحضرتك بقى اللي عايز يوصل لكل الناس ان اغلبهم معاهم فوق الليسانس ماجستير ودكتوراه، اغلبهم معاهم فوق الليسانس وممنوعين من القيد في نقابه المحامين. ممنوعين، وايه الربط ان انا ابقى معايا ثانويه عامه واخش نقابه المحامين؟ ايه الربط؟ انا بدرس ايه في الثانويه العامه؟ في قانون علشان تقولي لازم تكون معاك ثانويه عامه. انا شخصيا نموذج قدام حضرتك، كنت علم رياضه، لا درست فلسفه ولا منطق ولا درست اي مواد ادبيه، ومع ذلك دخلت كليه الحقوق ودرست كليه الحقوق الحمد لله تفوقت فيها. طب ايه الربط انك تحط شرط ثانويه عامه؟ هو الحقيقه هو كان مقصود بهذه الماده حرمان هؤلاء. من خلال برنامج حضرتك بقى اللي الناس كلها بتشوفه في مصر، يا ريت الدوله تنظر لهؤلاء لانهم خدوا شهاده معتمده من الدوله،
خدوا شهاده. نعم. ما كانش هو بيلتحق بالتعليم المفتوح، ما قالولوش بشرط انك مش هتتعين. صح. نقابه المحامين. صح. فانت وبعدين دي مش حلم شخص، ده حلم اعتقد كده يقدروا يرفعوا قضيه. اخذوا احكام، والحقيقه مع الاسف الشديد نقابه المحامين رفضت تنفيذ هذه الاحكام، مع الاسف الشديد. وانا بقول مع الاسف لان احنا نقابه الحريات، نقابه المحامين القضاء الواقف رفض تنفيذ احكام القضاء. ايوه، رفض تنفيذ الاحكام متعللا بانه منتظر حكم المحكمه الدستوريه العليا. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني من المساله القيمه المضافه. قعدوا يقولوا لنا المؤيدين للقانون او مؤيدين للتعديلات، احنا يا جماعه بنحافظ على المحامين وحقوقهم. جبت انا معايا في البرنامج الدكتور الاستاذ ثروت بخيت اللي هو مقدم المشروع، سالته انتوا ازاي هتلغوا القيمه المضافه؟ ده ممكن وزاره الماليه تعترض. قال لي لا مش هتعترض. قلت له ازاي هتعترض؟ لان دي موارد للدوله، الدوله تعتبر انها تحصلها من الموكل مش من المحامي، المحامي دوره بس انه ياخدها من الموكل يدفعها. لا قول لي قيمه مضافه ازاي بتتاخد؟ على ايه؟ على اجر المحامي؟ كل هو في بروتوكول اتعمل بين وزاره الماليه وبين نقابه المحامين ان في قيم نقديه معينه تقريبا 100 جنيه لو كانت الدعوه قدام محكمه النقد، انا مش فاكر الحقيقه الارقام بالظبط، لكن قيم بتحصلها كمحامي من الموكل ثم تسددها لوزاره الماليه. الحقيقه هم كانوا بيقولوا ان الماده دي هتقر، الماده دي تم حذفها. رفضت وزاره الماليه رفضا قاطعا ان تكون هذه الماده بتعديلات قانون المحاماه. احنا الحقيقه منتظرين بقى ما يسفر عنه تقرير مجلس الدوله. نتمنى خيرا يعني. هي ده نتمنى الخير لاعضاء نقابه المحامين والساده المحامين، ونتمنى حل اشكاليه طلاب التعليم المفتوح. شكرا جزيلا دكتور ايمن.